أهلا بكم. سياسة التعاقدات في بايرن ميونخ تثبت نجاحا اقتصاديا كبيرا في السنوات الماضية. صفقات ضخمة على صعيد الأسماء وواعدة على صعيد الاستمرارية في الملاعب، والجنسية الفرنسية دائما ما تجذب البافاريين. البداية كانت بالتعاقد مع حارس المرمى الواعد ألكسندر نوبل على نحو مجاني لخمس سنوات ليؤسس لمرحلة جديدة في حراسة المرمى عند اعتزال النجم مانويل نوير. صفقة نوبل لم تكلف الخزينة البافارية فلسا واحدا بعد الحصول على توقيعه مجانا في العام الذي ينتهي فيه عقده مع شالكي. بعد نوبل جاء الدور على موهبة الدفاع الفرنسية تانغي نيانزو كواسي الذي سيرتدي قميص البافاري لأربع سنوات على نحو مجاني بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي. ابن 18 عاما شارك في 13 مباراة مع سان جيرمان في مختلف المسابقات قبل أن يوقع عقده الاحترافي الأول مع الفريق البافاري. وانضم كواسي إلى كتيبة من الفرنسيين في بايرن تضم كينغسلي كومان، لوكاس هرنانديز، كورانتان توليسو، بنجامان بافار ومايكل كويسونس. ودائما ما تجذب المواهب الفرنسية بايرن ميونخ. تاريخيا ارتدى العديد من النجوم القميص البافاري من جون بيير بابان إلى بيتشينتي ليتزاراتزو وويلي سانيول وصولا إلى معشوق الجماهير الألمانية فرانك ريبيري. ثالث الصفقات البافارية طبخت على نار هادئة منذ أكثر من عام، حيث اتفقت إدارة أفسي هوليوود مع الجناح الدولي الألماني لوروا ساني، ونجحت بفضل حنكة المفاوضين البافاريين بتخفيض القيمة السوقية للاعب مانشستر سيتي إلى نصف السعر المطلوب من الفريق الإنجليزي. الثلاثي البافاري الجديد سينضم إلى كتيبة من المواهب الشابة التي لم تكلف خزينة النادي الكثير من سيرج جنابري وألفونسو ديفيز إلى ليون غوريتسكا ونيكلاس سولي وزيركزي وغيرهم الكثير. للحديث أكثر عن بايرن ميونخ وعن سياساته بالتعاقدات مع اللاعبين معنا مباشرة السيد رائد جرجس، خبير الرياضي وخبير في كرة القدم الألمانية تحديدا، وهو معنا مباشرة من تورونتو الكندية. مساء الخير سيد رائد، أو صباح الخير عندك. صباح الخير. نعم، شكرا أنه شاركتنا بهذا الوقت المبكر لديك في كندا. على كل مشكلة بتمونه. شكرا جزيلا سيد رائد. يعني بفترة من الفترات اتهمت جماهير بايرن ميونخ إدارتها أنه بخيلة، لا تصرف على أموال التعاقدات ولا تحضر لاعبين بأموال مرتفعة. اليوم نرى تميزا باللاعبين البافاريين، وأيضا لسيما بعد التعاقد طبعا مع العديد من المواهب الصاعدة والنجوم بكلفة لا تساوي نصف الكلفة التي تصرفها الأندية المتبقية بالدوريات الخمس الكبرى. كيف تدار برأيك اليوم سياسة التعاقدات داخل النادي البافاري؟ هناك سياسة ذكية جدا، ولننظر إلى من يتولى إدارة بايرن ميونخ. بايرن ميونخ نادي عريق جدا في ألمانيا وفي العالم، لسنا بطور التحدث عن النادي لأنه بغنى عن التعريف، ولكن الفرق إذا نظرنا إلى فرق كبيرة جدا بموازاة بايرن ميونخ في أوروبا لا تسجل انتصارات إذا صح التعبير في التعاقدات السنوية مثل بايرن ميونخ. بايرن ميونخ يتولى الإدارة لاعب محنك، وهو درس الإدارة ليس فقط لأنه لاعب قديم، وهو كارل هاينز رومينيجي، اللاعب النجم الحائز على الكرة الذهبية مرتين في أوروبا، وهو لاعب يعرف كيفية التعاطي مع اللاعبين ومستوى اللاعبين، ولا يدفع أكثر مما يتوجب لأي موهبة. ثانيا، هنالك الآن قبل ذلك، قبل الانتقال إلى أوليفر كان، هنالك أولي هانس مدير الفريق لما يقارب 25 سنة، وهو كان لاعبا دوليا سابقا. يعني الإدارة، أولي هانس كان رئيس النادي لأكثر من 20 سنة وقبلها مدير النادي لأكثر من 25 سنة، والآن المدير الرياضي هو حسن صالح حميدتش. يعني كلهم يعرفون من أين تؤكل الكتف. نعم. وهنالك البديل الذي يأتي السنة القادمة بعد اعتزال أو تقاعد رومينيجي هو أوليفر كان اللاعب الدولي. يعني هنالك منظومة
تتعاطى بالشأن الإداري محنكة وتعرف اللعبة، وليس فقط لأنهم أسماء أو أغنياء أو غيرهم من الأسباب. ومن الجهة الثانية هنالك ناس خبراء في الشأن المالي، ولا ننسى أن بايرن ميونخ يمتلك النادي، بايرن ميونخ هو شركة. أريد أن أشرح الفرق، هنالك الكثير من المشاهدين لا يعرفون الفرق بين الأندية الألمانية والأندية الأوروبية الأخرى. في ألمانيا هنالك two entities، يعني لا أذكر الكلمة بالعربي، entities، هنالك النادي وهنالك الشركة. الشركة اللي هي تضم مثل بايرن ميونخ مثل كل الأندية الألمانية فريق كرة القدم المحترف، فريق كرة القدم الثاني أو الرديف، والأكاديميات في كرة القدم حصرا. وهنالك النادي، بايرن هانز رومينيجي هو مدير الشركة. النادي هو كل الألعاب التي يضمها النادي، من التزحلق الفني على الجليد والألعاب الرياضية والباسكتبول، كرة السلة وكرة اليد وغيرها من الأمور. والشركة هنالك حصص في هذه الشركة، هنا كذلك يعكس الأمر على مستوى التصرف، لأن هنالك حصص مالية. بايرن ميونخ يملك 75% من الشركة، وهنالك ثلاث حصص أخرى متساوية 8.3 بين أديداس وأليانز وأودي. هنالك يعني هنالك مصلحة لإدارة المال بالطريقة المناسبة في بايرن ميونخ. نعم، على كل سيد رائد، يعني نحن نرى بوضوح ماذا تقول، وكنا سابقا قد تحدثنا بالميادين أن هناك دائما رجال ظل تحدثنا سابقا مثلا عن ليفربول وعن رجال الظل في ليفربول، وكما تقول دائما يعني حتى ببايرن ميونخ هناك كيانين، ربما ممكن أن نعبر عن أنتيتي بكلمة كيان أو بستركتشر يعني أو مؤسستين أو يعني كيانين خلينا نسميهم. على كل حتى الآن يعني بايرن ميونخ تعاقد مع ثلاثة لاعبين هم حارس نوبل، ساني وكواسي، والثلاثي يعتبر يعني من أهم المواهب كل واحد بمركزه طبعا، والقيمة الشرائية للثلاثة لا تتعدى 50 مليون يورو. كواسي اليوم انضم إلى موهبة جديدة، هو موهبة جديدة فرنسية، انضم إلى مواهب أيضا ببايرن ميونخ فرنسيين، استمعنا إلى أسمائهم في التقرير. وتاريخيا تعاقد البايرن أيضا مع عديد من اللاعبين الفرنسيين في النادي، التي دائما ما تنجح هذه يعني الأسماء الفرنسية وتتألق في صفوف كبير الأندية الألمانية. لماذا برأيك يتجه بايرن ميونخ إلى التعاقد مع أسماء فرنسيين؟ نعم، سؤال ممتاز، لأن بايرن ميونخ لا يغير منظومة ناجحة. يعني إذا كان التعاقد مع الفرنسيين ناجحا كما رأينا في السنوات 15 الماضية، لماذا لا يتم التعاقد مع فرنسيين؟ أولا يعني يتعاقدون مع فرنسيين لأن لديهم فرنسيين، هنالك سرعة بالتأقلم، وهنالك العديد من الأمثال في السنوات الماضية التي ساهم اللاعبون الفرنسيون في بايرن ميونخ بإقناع مواطنيهم الفرنسيين بالانتقال إلى هذا النادي. هذا أولا. ثانيا، هنالك الخطة الدائمة لبايرن ميونخ هي اقتناص اللاعبين الألمان المميزين اللي هم يلعبون في ألمانيا والطموحين. يعني نعرف جيدا ان سيطره بايرن ميونخ في المانيا تحد من طموح لاعبين في الفرق الاخرى، من دورتموند الى شالكي الى غيرها من الفرق الى ريد بول لايبزيغ. يعني عندما يفكر اللاعب الالماني ان ينتقل الى فريق ممكن ان يحصد الالقاب، يفكر اولا في بايرن ميونخ، لانه اولا يمكن ان يفوز، ثانيا يمكن ان يدفع الاجر العالي. يعني هنالك نقطتين هنا، الفرنسيين هنالك مصنع للاعبين المميزين منذ عام 2000، وكما ذكر الزميل علي في التقرير ذكر عدة أسماء مميزة من ريبيري إلى ميزارازو إلى سانيول وغيرهم، والتأقلم السريع، الألمان المميزين والإنجازات. هذا الثلاثي المثلث في النقاط يحتسب لبايرن ميونخ في التعاقدات القادمة. وباير لنكون كمان واقعيين، باير بخيل نوعا ما في التعاقدات، يعني يفضل المجموعة على الأشخاص، على اللاعبين النجوم مثل ميسي ورونالدو. يعني منذ منتصف التسعينات لم نرى نجما كبيرا جدا في بايرن ميونخ، هنالك المجموعة قبل الفرد. يفضلون أن يتألق اللاعب في ألمانيا، في بايرن في ألمانيا، وليس أن يأتوا بالنجم الكبير ويصرفوا أكثر من 70 أو 80 مليون. هرنانديز الفرنسي كان
وما زال الرقم القياسي في الانتقالات في 80 مليون يورو. يعني يفضلون أن يكون هناك مجموعة متناسقة مع بعضها البعض. نعم. ولا يكون نادي النجم الأوحد أو النجم الواحد. نعم. غالبا يعني كما ذكرت حضرتك أنه البايرن هو بخيل بالتعاقدات، حتى يعني كما ذكرنا أنه بين الأندية الأوروبية أيضا اليوم طبعا يعني بسبب أزمة كورونا علمنا جميعا الأزمات الاقتصادية التي تمر بها الرياضة بشكل عام وتحديدا كرة القدم، لأنه فيها أموال كبيرة جدا وأموال طائلة. هل برأيك بعد أزمة كورونا سنرى أندية كثيرة ودوريات أخرى ستتعامل بنفس طريقة بايرن ميونخ مع التعاقدات وتخفف الأموال التي تدفعها مقابل يعني إحضار لاعبين كبار، وتحديدا أيضا عن الأندية الألمانية نتحدث؟ هنالك نقطتين هنا. أولا، ليس من السهل الاعتماد سياسة بايرن ميونخ واستراتيجيته، يجب أن يكون هنالك منظومة واعية، ونرى كيف المشجعون والصحافة يعني يهزؤون ببعض الأندية عندما يتم دفع ملايين الجنيهات أو الدولارات ولا يستقطبون اللاعبين المميزين. اولا، هنالك المنظومه وهناك الكشافين في مختلف ارجاء العالم، يعني ليس من السهل. اريد ان اعطي مثلا صغيرا هنا بين قوسين، الفونسو ديفيس هو انتداب رائع جدا جدا من بايرن ميونخ، يعني كان يلعب هنا في تورونتو على اكثر يعني ريلاكس اكثر بايرن بالتعاقد مع اللاعبين. نعم، ابقى معنا لو سمحت سيد رائد لنتحدث أيضا عن بايرن ميونخ، بما أنه حديثنا عن البايرن. بايرن ميونخ أكد هيمنته المحلية عندما احتفظ بلقبه بطلا لكأس ألمانيا بعد فوزه على باير ليفركوزن برباعية مقابل هدفين على الملعب الأولمبي في برلين. بايرن رفع عدد ألقابه في الكأس إلى 20، ويتطلع إلى تكرار إنجازه عام 2013 عندما توج بالثلاثية. رجال المدرب هانزي فليك بدأوا المباراة بقوة، سجلوا هدفين خلال 24 دقيقة عبر ديفيد ألابا وسيرج كنابري، وأضاف روبرت ليفاندوفسكي هدفين ليرفع رصيده إلى 51 هدفا هذا الموسم في مختلف المسابقات، فيما سجل سفن باندر وكاي هافرتس هدفي ليفركوزن. سيد رائد، هل بايرن ميونخ اليوم قادر على خطف اللقب الأوروبي لهذا الموسم ليفوز بالثلاثية؟ ممكن، ولكن عفوا لقد نسيت أن أجيب عن سؤالك عن الانتدابات والتأثيرات. لن تتأثر الفرق هذه السنة خاصة في ألمانيا في الانتدابات. لماذا؟ لأن الميزانية ترصد في ويوافق عليها من الاتحاد الألماني في شهر آذار مارس الماضي. يعني الأموال التي تصرف الآن في آب أغسطس أو في يناير كانون الثاني السنة الماضية هي من ميزانية السنة الماضية، والأموال ممكن أن تتأثر الأندية في سياسة الانتدابات، يعني في شباك الانتقالات ليس في كانون الثاني ولا بل في أغسطس القادم بحال تأثر مدخولها من النقل التلفزيوني أو من الإيرادات، وسيتأثر هذا المدخول لأن الإيرادات حصة كبيرة من إيرادات التذاكر ضربت هذا الموسم مع جائحة كورونا. نعم، يعني تفضل. نعم، بالنسبة للقب للثلاثية، لقب دوري الأوروبي، دوري أبطال أوروبا، ممكن أن يحرز هذا اللقب لسبب بسيط، هو من المرشحين كبار لأنهم بدأوا البطولة باكر جدا بعد جائحة كورونا ودخلوا في الجو وليس لديهم الضغط، أنهوا البطولة بطريقة جيدة جدا وأحرزوا الكأس، واللاعبون ما زالوا في جو المباريات، وقد رأينا البارحة نهائي كأس ألمانيا حيث أبدع اللاعبون وأهمهم ليفاندوفسكي الماكينة التهديفية ب 51 هدف هذا العام، ومن الممكن إذا فاز ببطولة أوروبا لرابطة الأندية أن يكون من المرشحين لإحراز الكرة الذهبية. نعم، شكرا جزيلا لك سيد رائد جرجس الخبير في كرة القدم الألمانية وخبير الرياضي. أهلاً. على هذه المشاركة كنت معنا مباشرة من تورونتو الكندية.